إذن five lecture in in organic pharmaceutical chemistry about minerals and trace elements. طبعاً المحاضرة يعني هي حلوة صراحة، نرجو الاستفادة منها بقدر المستطاع. طبعاً إحنا ندرس المينرال والترس إليمنت هنا as يعني inorganic pharmaceutical chemistry، بس إحنا نقدر ندرسها في منحى آخر، يعني على سبيل المثال بال خلينا نقول بالمادة ثانية ندرسها منحى آخر نتخصص بها. يعني مثلا إذا أخذنا فيتامينز أو أخذنا أمينو أسيد بالعقاقير، راح ندرس الأمينو أسيد من جانب العقاقير. إذا أخذنا الأمينو أسيد بالبايوكيمستري ندرسها as a biochemistry. المينرال والإليمنت بها هواي تفاصيل وتفاصيل متشعبة. أنا أعطيتك مثل ما يقولون الزبدة أو ملخص مفيد ومعلومات قيمة، وشوف هسه راح تحتاج هاي المعلومات صف ثالث ورابع وخامس، وحتى من تتخرج وغير مواد راح تحتاجها بغير مواد تستفاد من عندها. زين، فنبلش بمحاضرتنا اليوم. المينرالز are inorganic substances required by the body in small amount. شوف هنا يقول لك في كميات قليلة. زين، they are not changed by digestion or metabolism. يعني اذا انت تناولت الايرون او اخذت الزنك ما يصير بي تشينج، ما يصير بي مثلا دايجستشن. يعني اذا اخذت بروتينات راح يصير بها دايجستشن، تتحول تصير الى امينو اسيد، واضح؟ فهي تبقى على حالتها الطبيعيه. It is not changed by digestion. اوكي، شوف هسه هنا the function of the mineral. احنا كل mineral داخل الجسم إلى العديد من الوظائف، يعني العديد المئات من الوظائف. أكو وظائف مهمة وأكو وظائف ثانوية. إحنا راح نشير إلى الوظائف المهمة والكمن، بس إذا أردنا نتعمق لا رادنا بالعشر محاضرات من غطي المينرال. شوف هنا أقول لك the function of the mineral. أقول لك participate with enzyme in metabolic process. بين قوسين cofactor. إذن إحنا عندنا الإنزيم. إنزيم is a substance that catalyzes a certain reaction. واضح؟ الكوفاكتر، شو الكوفاكتر؟ It is commonly or most it is mineral. It is help the enzyme. إذن هي معادن تعمل على مساعدة شنو؟ الإنزيمات. إذن الإنزيمات تعتمد عليها من؟ تعتمد على الكوفاكتر. الكوفاكتر شنية؟ هي الحديد والزنك وغيرها. زين، لها دور as structural function، مثل إيش؟ الكالسيوم والفسفور وين موجودات؟ بالبون. والسلفر وين؟ بالكرياتينين. إذن لها وظيفة بالإنزيم ولها وظيفة تركيبية بنائية، مثل إيش؟ الكالسيوم والفسفور بالعظم. ثلاثة acid base balance، acid base and water balance. عندنا الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. ذني الهندور وين؟ بالacid base balance، يعني الكترولايت adjustment in the body. يعني مثلا عندك انت الصوديوم اذا زاد شو يصير؟ اذا قل العلاقة بالماء. البوتاسيوم صعد نزل. الى مثلا عندك البوتاسيوم الى دور بالاسيتوسيس، الى دور بالالكلوسيس، واضح الفكرة؟ الصوديوم له دور بالاوزمولاريتي، ينظم لنا الاوزمولاريتي اوف ذا فلويد اوف ذا بودي. اذا له دور بالاسيد بيس بالانس. زين، النقطه الرابعه نيرف اند ماسل فانكشن. الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم اذا له دور بالمصل. وين عندك مثلا المصل اوف ذا هارت؟ شلون يشتغل الهارت؟ كونتراكتيليتي اوف ذا هارت ديبند اون وات؟ كالسيوم اند صوديوم اند بوتاسيوم، صح ولا لا؟ زين، البلود كلوتينج، الكالسيوم له دور بعمليات تخثر الدم، له دور في عمليات تخثر الدم. يونيكيو فاكتور، يونيكيو هنا يقول لك دور سبيسيفيك لهذا
الاليمنت ما يستطيع ان يملك اذر اليمنت مثل الكوبالت والحديد. هسه راح نجي ان شاء الله. Synthesis of hormone يعني sum of element لها دور بتصنيع بعض الهرمونات مثل ايش؟ الايودين لها دور بالثايرويد هرمون. زين. احنا سميناها بالتريس element يعني شلون نقول نحتاجها بكميات قليله. Are naturally occurring in organic substances. شوف الانورجانيك يعني ما بيها كربون، ما بيها مركبات عضويه. Require in human an amount less than 100 ملغ بير دي، اذا تحتاج بكميات اقل من 100، اذا زادت اكثر من 100 لا ما صارت تريس اليمنت. They are essential components of biological structure and have an important effect and play key roles in the different processes necessary for the life through mediate vital biological reaction. اذا نحتاج بكميات اقصد على التريس اليمنت اقل من 100 ملغ بير دي لها دور التفاعلات اللي تحدث داخل الجسم ووظائف اخرى. اكسسيف ليفل يعني higher level than needed for biological function of these elements can be toxic. انت صح تحتاج زنك، صح تحتاج حديد، لكن تحتاج بنسب معينه، خو مو تاخذ بنسب high concentrated وبالتالي يصير toxic. شوف على سبيل المثال انت عندك الايرون تاخذ بنسب معينه، يعني اذا عندك low level of iron تاخذ ايرون حتى شو يصير عندك؟ ما يصير عندك انيميا، لكن اذا زاد الايرون راح يصير it have toxic effect. شوف هسه على سبيل المثال شكو واحد بانيميا فقر دم، مره حامل، راسا تروح للمختبر او الطبيبه النسائيه تدزها تقول لها سوينا تشيكينج فور هيموغلوبين، شافت الهيموغلوبين مالتها قليل انطتها راسا فرص سلفيت او انطتها جكتوفير. طبعا هذا خطا ما يصير، انت المفروض تشوف شنو الكوز، شنو الكوز مال الانيميا، يعني شوف السبب. الحديد احتمال الحديد ما له اي سبب، الحديد موجود بوفره. احتمال الفوليك اسيد، احتمال الزنك، صح لو لا؟ لان الزنك اذا زاد الزنك قل امتصاص الحديد سواء انيميا، اذا قل الكبر صارت انيميا. اذا احتى احتمال عندك التحديد جيد لكن عندك other cause for anemia. اذا يجب ان نسوي ايرون ستيتس باراميتر، نسوي ايرون، نسوي فيرتين، واضح، نسوي ترانسفيرين. اذا مو كيفك انت تستخدم ايرون او تستخدم زنك، لان الزياده بها مضره، الزياده بها مضره. هسه واحد يقول شنو المضره مالت الحديد؟ الحديد الى مضره ليش؟ لان يشترك بسيارتن ريكشن، اكو تفاعل داخل الجسم يسمونه بفنتون ريكشن، الحديد يدخل به. اذا دخل الحديد يعني اذا كانت كميه الحديد اكسس هوايه ودخل بالفنتون ريكشن راح يطلع لنا هيدروكسيل فري راديكال وهيدروجين بيروكسايد، راح تضرب السيل ممبرين وبالتالي السبب لنا السيل دامج. طبعا احنا عندنا الديفنس ميكانيزم الجلوتاثيون وغيرها، لكن اذا كانت كميات الحديد هوايه ما راح تلحق الميكانيزم اوف ديفنس. اذا الزياده تسبب توكسيك افكت. اذا توكسيك افكت فور ذا بودي هيلث، therefore it has been found that balance imbalance in the optimum level of trace element may adversely affect biological process and associated with many vital diseases such as cancer. واضح؟ اذا احنا الكثره مالت الحديد زياده الليفل اوف ايرون يمكن ان يسبب لنا كانسر، زياده الحديد يمكن ان يسبب لنا كانسر من خلال binding to DNA. DNA ويسوي لنا كانسر. زين. هسه نشوف الفاكتور affecting requirement. انت تحتاج مثلا زنك او حديد اعتمادا على شنو؟ depending on the physiological state. حالة الفسيولوجية مالتك. depending on the tissue storage. bone, liver, specific protein to hold transport. اذا تحتاج انت مثلا زنك، تحتاج حديد. زين حتى او كالسيوم، محتاج مثلا كالسيوم في مرحله البلوغ
حتى نساعد في بناء العظم، صح لو لا؟ زين، from food، from form of the food، طبيعة الأكل organic or inorganic. واضح؟ احنا عندنا معادن موجودة بأغذية عضوية وقسم عندها موجودة في أغذية غير عضوية. إذن those factors that affecting the requirement. هسه نشوف الفاكتور affecting absorption. أنت أخذت حديد أو أخذت كالسيوم أو أخذت زنك من الصيدلية، خلينا نشوف شنو العوامل اللي راح تأثر عليه امتصاصه. شوف يقول لك the amount of the mineral found in the food، يعني ايش قد كمية الحديد الموجودة بالكباب نقدر نقول قليلة هواية. زين gastrointestinal disease، انت اذا عندك disease بالجي اي تي شلون يصير امتصاص الحديد؟ ليش؟ اذا عندك disease بالجي اي تي قلت المساحة السطحية، decrease the surface area for absorption of iron or calcium، صح لو لا؟ اذا اكو disease عندنا بالجي اي تي راح تأثر على امتصاص certain element. عندنا physiological state and tissue storage، الحالة الفسيولوجية. Some substance in food decrease absorption of the mineral، بعض المواد الموجودة بالطعام تقلل امتصاص بقية المينرال، مثل ايش؟ أوكزاليت. Prevent absorption of calcium and spanish، يعني إذا تاخذ سبانغ، وسبانغ يعني بكميات كبيرة من الأوكزاليت، وبنفس الوقت انت عندك هشاشه بالعظام وجاي تاخذ اقراص كالسيوم، راح تشوف انت الاوكزاليت الموجوده بالسبانك راح تقلل ابسوربشن اوف كالسيوم، صح لو لا؟ عندك الفايتيت ان موست اوف ذا بلانت ميك فوسفيت بولي ابسوربشن، الفايتيت ايضا تقلل ابسوربشن اوف فوسفيت. نجي سبستانس that increase absorption of the mineral. شوف هنا قلنا decrease، هنا لا increase absorption of the minerals. Example vitamin C اللي هو شنو؟ ascorbic acid. إذن الascorbic acid يزيد امتصاص الايرون. ليش؟ لأن الacidic media enhance or increase in absorption of what? Of iron. فشوفون انتم بعض المركبات او بعض المستحضرات الصيدلانيه يضيفون ويا الحديد يضيفون فيتامين سي، صح لو لا؟ وشربات بها فيتامين سي حتى نزيد الابسوربشن اوف ذا ايرون. ليش؟ لان الفيتامين سي يسوي لنا اسيديك ميديا والايرون يصير له اوكسيديشن بالاسيديك ميديا رابيدلي، وبالتالي مور ابزوربابل فروم ذا جي اي تي. زين an excess of one mineral may hinder، يعني يعيق absorption of another by competitive or by competing، يعني شنو؟ يعني for a same transport system in gut بالجيتي. excess iron reduces zinc absorption، يعني اذا انت شوف احنا عندنا بالجسم بالخلايا الموجوده بالستومك or intestinal اكو نظام، هذا النظام يعمل على نقل الحديد والكالسيوم. يعني شلون نقدر نقول احنا كيه هي عباره عن كيه موجوده تنقل لنا طالبات المرحله الثالثه الى كليه الصيدله، ونفس الكيه تعمل على نقل طلاب المرحله الثالثه الى كليه الصيدله. زين احنا اذا عندنا طلاب هوايه، عندنا 200 طالب وعندنا 50 طالبه، دول نقل الطلاب راح ياثرون على نقل الطالبات، الكي راح تلتهي بالطلاب، بالطلاب تنقل طلاب وظال الطالبات ظال واقف على الشارع. عندنا الترانسبورتر سيستم موجود يشترك به الحديد والزنك. فاكسس ايرون زياده الحديد طبعا راح تاثر على الزنك ابسوربشن. احنا راح نصير مشغولين، هذا النظام راح يكون مشغول بالترانسبورت اوف ايرون. نين من الجي اي تي وديها للسيل وينقلها، والزنك يضل، واحتمال ما يصير الابسوربشن راح ينطرح خارج الجي اي تي وما نستفاد من عنده. اذا اكو علاقه ما بين المعادن. اني شوي بس اشوفكم، ما اعرف واضح شرحي؟ واضح ابراهيم صلاح اهلا وسهلا بك، واضح المحاضره جاي تفهموها؟ لو ما جاي تفهموها
أكيد فاطمة الزهراء حور، يعني نستمر. جيد، شوف هسه هنا احنا مسوين فد كلاسيفيكيشن. شوف هنا طبعا اذا تقرا بالكتب اكو تصانيف مختلفه، اكو تصانيف مختلفه زين، واحد يسميها اسينشال، واحد يسميها ميجر، واحد المهم. فعندنا هنا اول كلاس عندنا الميجر كومبوننت اوف ذا بودي مولكيولز، لان عندنا ما لنا علاقه بهن، الكربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين، سلفايد. وعندنا هاي اوبتين ثرو انتيك اوف ووتر فات كربوهيدرات بروتين، لان احنا مو دراستنا. عندنا نيوتريشنالي امبورتنت مينرال، كالسيوم، فوسفيت، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد. زين، عندنا تريس اليمنت، يعني كميات قليله، عندنا كبر اور كروم والسيو النحاس والايودين والحديد والفلور والمغنيسيوم والمولبوديوم، هسه راح ناخذهم بالتتابع. زين، وعندنا اديشنال اليمنت لكن هاي نون اسينشال فور هيومن، يعني غير ضروريه، غير ضروريه يعني نوجدت او ما نوجدت ما تاثر على الفعاليات الامبورتنت بايولوجيكال بروسيس ان ذا بودي، ات از نوت effect on important biological process within the body. زين، هسه شوف transport and storage require specific binding to the carrier protein. عندنا هنا نشوف ذني عباره عن بروتينات، اذا تريد انت تنقل الحديد مثلا او الكروم او المغنيسيوم او الزنك داخل الجسم تحتاج ترانسفرين. الكبر والزنك نحتاج لالبومين، الحديد والكبر ايضا نحتاج امينو اسيد وهكذا. زين، هسه راح نجي ناخذ الكالسيوم. طبعا الكالسيوم ب ديتيلز، تفاصيل كلش هوايه. احنا اخذناه از مينرال، يعني ما اخذنا مثلا ريجوليشن اوف ايرون ابسوربشن ديبلي. ان شاء الله ناخذها بالبايوكيمستري بالكورس الثاني، ناخذها او ناخذها بالسريريه بالمرحله الخامسه. واضح الفكره؟ احنا اخذنا الكالسيوم هسه از مينرال. اذا الكالسيوم is the most abundant mineral in the human disease. There is about 1 kilogram of calcium in the adult body. تقريبا بالكيلوغرام. وين موجودات؟ شوف بالبون انتيت، بالاسنان والعظام 99%. و1% وين؟ بالبلوت اند اذر تيشو. زين، خلينا نشوف شنو الفانكشن مالت الكالسيوم. Building the bone and teeth، إذن ضروري في بناء العظام والاسنان. Stimulate the blood clotting، اذا احنا عندنا باثوي داخل الجسم، اذا صار عندنا نزيف يصير كلوتنج، الكالسيوم نحتاجه، نحتاجه في عمليه تخثر الدم. عندنا muscle contraction، muscle contraction. زين، transmission for nerve impulse، يعني اذا عندنا احنا فت امبلس حتى تنتقل بالنيرف ايضا نحتاج الكالسيوم. انترا سيلولر ميتابوليزم ايضا ضروري في الميتابوليزم. اوكي، هذا هنا هسه راح نجي فت نقطه مهمه اريدك تنتبه لي اياها انت كصيدلاني، هاي هسه ضروري انه تنتبه للسيرم اوف كالسيوم. يقول لك serum level of calcium is closely related with the normal. شوف التوتال كالسيوم هنا يقول من 2 الى 2.75 ملي مول او 9 الى 10.5 ملي جرام بير ديسيلتر. هذا التوتال، شوف اكو فرق بين التوتال والايونايزد. الايونايزد هو من 1.1 الى 1.4 ملي مول بير لتر او 4.5 الى 5.6 ملي جرام بير ديسلتر. شوف الكالسيوم اكو بميزه، ميزه وحيده، اذا تروح للمختبر وتسوي له تقول له اريد كالسيوم، تحليل كالسيوم، اذا حط لك تورنيكي وسحب لك دم هذا خطا، راح ينطي نتيجه خاطئه. الكالسيوم الوحيد اذا اريد نسوي له استيميشن بدون تورنيكي، هذا
المفروض تعرفون ليش. ليش؟ لأن أقل دمج بالفيزلز الموجودة راح يتحرر الكالسيوم من الخلايا ويطلع لبرا للدم، وبالتالي يعني من ضمن المكان السحب راح يأثر لنا على level of calcium، يعني راح يعطينا قراءة خاطئة. يعني إذا أنت مثلا قالت لك يا أبو المختبر وقالت يا مثلا 8.5، هو مو 8.5، أتوقع أنا مثلا ناقص درجة مثلا 7.5. إذا الكالسيوم absorption without tourniquet، ما نحتاج tourniquet. زين، هاي الصورة توضح لنا distribution of calcium. شوف يعني بالبون، بالمسلز، تخثر الدم، نيرف، إلى different factor. هنا عندنا recommended daily amount، يعني إيش قد نحتاج باليوم. شوف a child من عمر 11 سنة نحتاج لهالقد، من 11 إلى 24 نحتاج لهالقد، من عمر 24 إلى وهكذا. طبعا اكو فروقات، يقول هنا ان وومن افتر مينوبوز زين راح نحتاج اكثر، راح نحتاج اكثر. هسه انا اريد جواب، اريد جواب، راح اسالكم بعد انقطاع الحيض راح نحتاج كميات اكثر من الكالسيوم حتى نمنع الاوستيوبوروسيس. ليش؟ منو جاوبني؟ منو جاوبني؟ بعد انقطاع الدورة الشهرية راح نحتاج كميات أكثر من المعتاد من الكالسيوم حتى نمنع الأوستيوبوروسيس. ليش؟ جيد، جيد يا علا. طبعا after بعد انقطاع الحيض ايش راح يزداد عندنا؟ راح يصير خربطه بالهرمونات، راح يصير لا هو ترى يا علا ليس نقصان الاستروجين زين، المهم هو راح يصير خربطه بالهرمونات، فراح يصير موبلايزيشن. شوف انكريز. اعرف انا حتى ليصير هشاشه، بس ليش يصير هشاشه؟ There is increased mobilization of the calcium from the bone to the extra bone after postmenopausal بعد انقطاع الدورة الشهرية due to hormonal effects sex hormonal effect. اكو بعض الهرمونات زين، اكو بعض الهرمونات راح تقل، عندنا نقصان الاستروجين مثل ما قالت علا. الاستروجين it is antagonized of what parathyroid hormone. parathyroid hormone شو يسوي؟ يسوي لنا mobilization the calcium from the intracellular to the extracellular، يطلع لنا الكالسيوم من داخل العظم للخارج من خلال increase osteoclastic activity، يعني يزيد الخلايا الناقضة او العظم. هذا الباراثيرويد هرمون منو يضده؟ منو يوقفه عن حده؟ يوقفه عن حده الاستروجين. الاستروجين راح يقل بعد ال 45 سنه بعد انقضاء الحيض. من راح يقل الاستروجين؟ عندنا الباراثيرويد هرمون راح يلعب راحته، راح يضل كالسيوم من البون لبرا. اذا راح يصير عندنا هشاشه بالعظم، وبالتالي يجب ان ناخذ وفره من الكالسيوم افتر مينوبوز. وضحت اعتقد الصورة. جيد، نجي absorption of calcium. absorption is regulated by the action of 125 dihydroxycalciclosafrol. اذا واحد فارز 25 dihydroxycalciclosafrol. the action of 125 dihydroxycalciclosafrol شو سوينا؟ هذا شوف function مالته. It is synthesize a certain protein which act as calcium transporter. إذن إلى دور تصنيع البروتين حتى ينقل لنا الكالسيوم منين؟ من الاستومك، يوديه للانتستينال ودخل البلط. واحد، synthesis of calcium depending ATPase، يعني سوينا stimulation لمن؟ للATPase
which is involved in calcium active transport. إذن إحنا نحتاج active transport للكالسيوم من خلال شنو؟ من خلال pump. شلون عندنا الصوديوم ATPase اللي إلها مسؤولة عن الكالسيوم، أيضا عندنا ATPase للدخول الكالسيوم. هذا ATPase ال 125 دايهيدروكسيكاليكولستفرول لها دور في تحفيز ال ATPase. زين، شوف ال low calcium intake or hypocalcemia، إذا level of calcium low نسميه بال hypocalcemia. A protection of 125 dihydroxycalciferol it is increased leading to higher calcium absorption. So the 125 dihydroxycalciferol it is very important in increased absorption of the calcium. So when there are low level of calcium there are increase the level of this hormone. طبعا اكو different step for activation of this hormone. طبعا اكو خطوات موجوده يتفعل من خلالها هذا الهرمون. احنا من خلال اشعه فوق البنفسجيه بداخل السكن على الكوليسترول يتحول الى فيتامين بروفيتامين دي 3، بعدين فيتامين دي 2، بعدين كاليكوسفرول يصير له هيدروكسيليشن بالكدني ويصير له هيدروكسيليشن بالكبد، وبعدين الحصيله النهائيه نحصل على 1-24 dihydroxycalciferol which is the most active form which involve in absorption of what of calcium. زين، اذا عرفنا هسه احنا شنو دور 1-25 dihydroxycalciferol يسوينا ريجوليشن of absorption of the calcium. Then عندنا الفاكتور causing low calcium absorption. شنو العوامل اللي تخلي الكالسيوم ليفل مالته قليل بالبلاد؟ شوف الادرينال كورتيكويد هرمون. اذا الادرينال كورتيكويد هرمون مثل ايش؟ الكورتيزول ربحها يسوي انهبيشن اوف كالسيوم ابزوربشن، ولهذا اقول لك انت لا تاخذ كورتيزول لا تاخذ دكسن واي يسوي تنقر بالعظام مالتك، صح لو لا؟ ديز انهبيشن اوف كالسيوم ابزوربشن. اثنين لو استروجين ليفل مثل ما قلنا بوست مينوبوزال وومن. ليش لو ليفل اوف استروجين؟ هو بعد راح تقل الهرمونات. زين هاي كونسنتريشن اوف فايتيت اند اوكزاليت ان ذا اليوم ميوكوزا. اذا عندنا تناولت وجبه غذاء وبها كميات عاليه من الاوكزاليت والفايتيت راح تقلل ابزوربشن اوف كالسيوم. النقطه الرابعه عندنا هاي اماونت اوف فيتامين دي. هاي اماونت اوف فيتامين دي ان ذا انتستاين. اذا كميات كبيره من الفيتامين من الفايتي اسيد تقلل الامتصاص، صح لو لا؟ لانه ووتر سوليبل فيتامين. زين ان استيتوريا ديو تو ذا بايلري ابستراكشن اند ذا بنكرياتيك اور ليفر ديزيز ويتش ليد تو انسوليبل كالسيوم سولت. طبعا راح تزداد عندنا الدهون والبلوروبين وتسوي لنا كالسيوم سولت وبالتالي تقلل ابزوربشن اوف كالسيوم. زين هسه نجي الى الاكشن اوف هرمون. اكشن اوف هرمون اون ذا بلازما كالسيوم. زين عندنا فيتامين دي 3 فروم كيدني. فيتامين دي 3 معناها 125 يعني 1-25 dihydroxycalciferol. اذا الى دور في امتصاص الكالسيوم منين؟ من الكدني. هاي واحد، يعني اقصد ان الهرمونات اللي لها دور في تنظيم شنو؟ الهرمونات اللي لها دور في تنظيم level of calcium. واحد دي 3 from the kidney الى دور في تحفيز امتصاص الكالسيوم from what؟ from the renal tubules. عندنا الباراثايرويد هرمون، باراثايرويد هرمون نسميه PTH ايضا الى دور
بريجوليشن اوف ذا كالسيوم بغض النظر عن الزياده او الانخفاض، لكن الى دور. هذا ما يفرز الباراثايرويد هرمون، يفرز من قبل الباراثايرويد جلاند. عندنا الكاسيتونين from what from thyroid gland كاسيتونين. احنا عندنا الثايرويد جلاند تفرز T3 وT4 زائدا الكالسيتونين، الكالسيتونين ايضا هرمون. عندنا استروجين from ovary. عندك الباراثايرويد هرمون والفيتامين D3 والاستروجين act to increase calcium level. Calcitonin act to decrease plasma calcium. طبعا انا جاي اقصد هنا الكدني. جيد. هسه راح ناخذ احنا طبعا راح ناخذ كم سلايد وارجع لكم بعدين للتعليقات. زين. هنا يقول لك response to low level of calcium. اذا عندك انت كالسيوم قليل بالبلوت ايش راح يصير؟ increase in parathyroid hormone. Parathyroid hormone راح يزداد which stimulate the conversion of inactive vitamin D to المن يحوله الى واحد فارزه 25 dihydroxy calcifrol. اذا عندنا low level of vitamin D ايش راح or sorry low level of calcium راح يزداد level of parathyroid hormone. وين يروح يشتغل؟ يشتغل على الكدني. ها شغله هذا على الكدني، يروح على الكدني يسوي activation for conversion D المن الى D3. منو D3؟ بين قوسين 1 25 دايهيدروكسي كاليكولسفرول هو D3 معناها، اللي شنو هو؟ It is active form. وين تصير هالعملية؟ تصير بالكدني. ها طبعا اكو بالليفر، اكو بالليفر يصير هيدروكسيليشن موقع رقم 24، احنا ما لنا علاقه بهذا. اذا ورا ما صار اكتيفيشن للفيتامين دي تحول الى فيتامين دي 3، ايش راح يسبب لنا؟ This led to increase in the blood calcium by increase absorption from small intestine. اذا الى دور بزياره امتصاص الكالسيوم من المعده. اثنين increase reabsorption in the kidney. احنا كل المينرال وين تمر بالكدني فيصير بها reabsorption إعادة امتصاص منين؟ من الكدني. زين. ثلاثة يصير mobilization of calcium from the bone. يعني إذا عندك التلو كالسيوم بالبلط لازم نعوضه، إحنا منين نجيبه؟ نجيبه من المعدة ونجيبه من الكدني ونتجاوز على العظم حتى نطلع كالسيوم، حتى نمنع الهايبوكاليميا، هايبوكالسيميا سوري، حتى نمنع لو ليفل اوف كالسيوم. فنتجاوز على العظم ونروح نسحبه من الكدني ونروح نسحبه من الانتستاينال حتى نرفع مستوى الكالسيوم وذن ذا بلوت. واضح الفكره؟ شوف هسه عندك الابنورمال، ابنورمال كالسيوم كونسنتريشن، ابنورمال بلازما كالسيوم كونسنتريشن يسموه بالهايبوكاليميا. هايبوكاليميا the commonest cause of hypokalemia are اهم الاسباب اللي تؤدي الى انخفاض مستوى الكالسيوم بالدم inadequate intake of calcium or D3. يعني كالسيوم جاي تاخذه بكميات قليله فيصير عندك لو كالسيوم بالبلوت. اثنين الهايبوباراثايرويديزم يعني لو ليفل اوف باراثايرويد هرمون وبالتالي ما يسوي لنا اكتيفيشن المن لل 1 25 داي هيدروكسي كاليكولسفرول بالكدني. زين الهايبونترينيا يقول لك اذا لو ليفل اوف بوتاسيوم صوديوم راح يصير لو ليفل اوف وات؟ لو ليفل اوف كالسيوم، لان الصوديوم والكالسيوم لهم علاقه اثنيناتهم لهن شحنه موجبه، فالصوديوم من يطلع يدخل بمكانه الكالسيوم. كرونيك رينال فيلر عندك شخص بمرض السكري والكليه مالته تعبانه، اذا راح يصير انعدام او قله absorption of calcium from the
renal tubules due to chronic renal failure وبالتالي يصير decreased level of the calcium. Nephrotic syndrome أيضا هو عبارة عن disease يصيب الكلية. إنزين أيضا يصير بي low level of calcium. ناخذ بعض التعليقات، خاف أنتم عندكم فشي اللي عنده فالسؤال لو نستمر حور فرح ما ذا الصوت واضح صوت واضح اللي عنده سؤال اللي يحب نستمر ما عاد اشكال انا نستمر اخو سؤال نستمر بالمحاضره نستمر زين عندنا شوف اذا صار واحد عنده low level of calcium احنا شو نسميها؟ هايبوكاليميا زين هذا ايش راح يسوي؟ يسوي تيتاني مرض تيتاني شنو تيتاني؟ or tetanus it is a spasm and twitching of the muscle of face hand and feet شو يصير؟ إذا واحد عنده كالسيوم كلش قليل بالجسم يشوف سبازم بجسمه يشوف عضلاته من كمشة مشدودة إيدي هيك واقفات أصابع واقفات زين هذا شو نسميه؟ نسميه تيتانوس أنا المفروض أحضر لكم صورة بس الصراحة المحاضرات كانت على عجالة المهم عندنا low level of calcium يسبب لنا هايبوكاليميا والأكيوت هايبوكاليميا يسبب لنا تيتاني والتيتاني هو عبارة عن سبازم تقلص شديد في العضلات الوجه واليدين زين main cause of تيتاني rickets alkaloids sorry alkalosis and hypoparathyroidism إذا نحن عرفنا شنو تيتاني هو عبارة عن سبازم شنو السبب السبازم سببه نقص في الكالسيوم من اللي ادى نقص في الكالسيوم احنا عندنا قلنا كالسيوم ديكريز اوف تيك بالفود وعندنا اكو بعض المواد الموجوده الفايتات والاوكساليت تقلل الابزوربشن اوف كالسيوم احنا ذني ما لنا علاقه بهن ذني كلهن ما لنا علاقه بهن ان علاقه بينا ان علاقه بالاكيوت فاكتور شوف اكيوت factor that cause we are evidence acute factor يعني acute cause which cause hypokalemia يعني انا ما اريد انا انت ما تاكل صار لك شهرين او كذا جبن وما اعرف ايش وصار عندك hypokalemia لا انا اريد عندك صار فتخطأ بالجسم وعندك صار hypokalemia وبعدين صار عندك تيتاني من هو الالكالوسيس The most common type of titani is alkalosis. يسبب لنا تيتاني. وعندنا الهايبوباراثيرزم إذا ضربت عندك الغدة مباشرة acute. أيضا راح يصير عندك low level of calcium وراح يصير عندك تيتاني. زين. هنا شوف chronic hypokalemia led to disease of the bone by decalcification and abnormal bone metabolism and causes. إذا أسألتك على كيوت تقول لي تيتاني وإذا قلت لك شنو التيتاني تقول لي spasm and twitching وإذا قلت لك شنو main causes of تيتاني تقول لي rickets والalkalosis والhypoparathyroidism إذا قلت لك شنو الكرونيك هايبوكاليميا شنو راح تسبب لنا rickets بالأطفال وتعرفون شنو الrickets والسبب لنا osteomalacia بالأدلت والسبب لنا osteoporosis وين بالalt age كلهن ذني لهن علاقة بالعظم بس لكن تختلف المسميات الركض بالchild والosteomalacia بالأدلت والosteoporosis وين بالalt age كلهن ذني لهن علاقة بينا بالmineralization of calcium in the bone شوف هسه الركض it is a disease for childhood يعني خلال مرحلة الطفولة due to low calcium and vitamin D intake
resulting is decalcification of the bone. يعني كمية الكالسيوم الموجودة بالعظم تكون قليلة. واحد. The bone will be soft and malformation. يعني راح يصير تشوه بالعظم ويصير برخاوة. يعني أقل ضربة بالحائط أو أقل واحد دحشة مثل ما يقولني ينكسر. سهولة الكسر. Affects especially long bone which become bound. يعني يأثر على العظام الطفيلة الطويلة سوري تكون منبعجة نحو الداخل. إذا شايفين أطفال عندهم ركتس شوف أنت عظامه منبعجة نحو الداخل. الركتس could be due to a renal disease. اسمي بين renal ركتس. يعني شنو معناه عندنا خلل بالكلية وما جاي يصير امتصاص بالكالسيوم وبالتالي صار نقص بعظام الطفل وصار عنده ركتس. بعض الأحيان ركتس مو بسبب الكدلي لا عندنا other cause rather than kidney. واضح الفكرة؟ احنا هسه مو في صدد type of kidney. احنا عندنا different type of the ركتس. عندنا depending on the cause depending on the renal وعندنا depending on what's when dihydroxycholic acetyl activation. إذن those the rickets disease characteristic in the childhood مثل ما قلنا decalcification والبون will be soft وتأثر على العظام الطويلة وتكون سهلة الكسر. شوف هاي صورة إلى طفل عند ركض. شوف هنا أنا الانبعاج الجاي يصير برجلين. شوف بابا هاي انبعاج. إحنا طبعا أكو عندنا خطأ فادح بالبيت. الطفل من يصير عمره فد 3 أشهر أو 4 أشهر يقولوا له أوقف لازمينه من إيديه ويردون يوقفونه. طبعا هو هذا خطأ. أنت هو بعده ما يوقف ليش تجبره على يوقف؟ من توقفه راح يصير تقوس. انت راح تضغط على العظم انت راح تخلي العظم يتقوس. يعني حتى لو ما عنده ركتس انت راح تسوي ركتس راح تسوي انبعاج bulging the bone راح تبعج العظم. لا توقفه خليه هو من يصير عمره 9 أشهر وشوي اكثر يلا يوقف. مو توقفه بالقوة يلا وقف والفقل مال راسه ومال صدره ومال جسمه راح يصير على رجليه فراح يصير انبعاج برجليه. هاي اكبر خطأ. شوف هنا أنا أقول لك blood examination. إذا تعرف ركتس تأخذ الكالسيوم تلقى له فيتامين دي أيضا له من خلال أشعة سو X-ray. شوف هنا ال picture of the bone تكون يعني abnormal. هنا أنا أشوف ال osteoporosis loss of bone tissue resulting in bone that brittle and liable to fracture يكون هش وسهل الكسر. عندنا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية generalized osteoporosis is a common in women after menopause. إذن عندنا generalized إذا قلت لك فراغ generalized osteoporosis أكر فراغ شو وقت تقول لي in women when fellow menopause. إذا قلت لك ليش كنت تعرفها من السبب ليش low level of estrogen hormone. It is also a feature of Cushing syndrome. Cushing syndrome. من يعرف شنو Cushing syndrome؟ منو يعرف شنو Cushing syndrome؟ يلا يا فاطمة عبد المنعم. يلا يا فرح حور. من يعرف شنو Cushing؟ Cushing syndrome. لها علاقة بالكورتيزول اكسس كورتيزول ها زيادة بالافراز لو قل بالافراز ها الادرينال جلاند شو يصير بيها ادرينال جلاند ماخذينها بالهرمونات هاي اللي تقولوا لي ما ماخذينها ها اذا هو عبارة عن هرمونال ديستربنسز بالادرينال كورتكس اكسسيف اوف كورتيزول سنة كوشينج سندروم. وتعرفون اذا زاد الكورتيزول شو يسوي كورتيزول بهواية فوائد وبهواية مضار. واضحة الفكرة؟ Cushing disease, it is an increased level of cortisol due to excess excretion of the cortisol from adrenal gland will have a role in osteoporosis.
بروسيس. شوف شوف هذا النورمال بون وهذا الاوستيوبروسيس، باو هنا شوف السيل هنا متباعده متباعده هشه، ماكو ماكو غير متماسكه غير متماسكه فيما بينها، باو علي شوف مسافات غير متماسكه، بينما لا انا شلون تعتبر كتله واحده متماسكه فيما بينها. اوكي احنا هسه اخذنا الهايبوكريميا، هسه راح ناخذ الهايبركريميا. شنو الكوز مالتها؟ البرايمري هايبر باراثايرويدزم، عندنا هاي ليفل اوف باراثايرويد جلاند، وبالتالي مور اكتيفيشن اوف 1 داي هيدروكسي كاليكوسفرول، يعني مور اكتيف دي 3، وبالتالي مور ابزوربشن اوف كالسيوم. واضحه الفكره؟ عندنا مالجلاند ديزيز، مالجلاند ديزيز اكو بعض الخلايا من يصير بها مالجلاند راح تظل تنتج لنا فد مواد، مثلا تفرز لنا فد مواد تشبه الباراثايرويد هرمون، تشبه الباراثايرويد هرمون، واضحه الفكره؟ تشتغل شغل الباراثايرويد هرمون وبالتالي تخربط لنا ليفل اوف الكالسيوم. عندك اكسس انتيك اوف فيتامين دي اور كالسيوم اور بوث. هسه جماعه الكورونا قبل اجى للصيدليه قال له والله اريد فيتامين دي واريد انطيني وياك فيتامين دي ابو ال 50,000 اي للمناعه خذاله، ياخذ كالسيوم ويشرب حليب، ها يعني يشرب حليب وياخذ كالسيوم وياخذ دي 3، ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه توكسيكيشن، توكسيك افكت، ها راح يصير بيه توكسيك افكت. فالمفروض يسوي ليفل، يسوي ليفل اوف وات؟ ليفل اوف اوف كالسيوم، صح لو لا؟ يلا ياخذ، يلا ياخذ الدي 3، صح لو لا؟ لان احنا عندنا دي 3 خطر اذا صار توكسيكيشن بالدي 3. شوف هسه احنا ايش عندنا بالصيدليات من دي 3 موجود؟ من يقول لي بالصيدليه؟ الدي 3 هسه الوادم جاي تاخذه يقوي المناعه، يقوي المناعه. شنو الدي 3 الموجود عندنا؟ الجرع مالته شنو؟ يا فاطمه عبد المنعم، يا فرح، يا ساره، شنو جرع الدي 3 الموجودات بالصيدليه؟ ها ما ماخذين دي 3؟ هو شوفي 5000 يونت، انا اقصد اكو 5000 يونت، اكو 10000 يونت، يعني انترناشونال معناها اكو 5000 يونت، اكو 10000 يونت، واكو 50,000 يونت. انت ال 50,000 يونت تاخذها كل اسبوع، لما ال 5000 يوميا فما يصير. يعني اكو واحد اعرفه ولد راح حلل، ها طبعا اكو اوبر، اكو اوبر بالدي 3، اكو اوبر بالدي 3 يمكن ان تنزرق عضليا ويمكن ان تنشرب، صح لو لا؟ تطقها وتشربها جرعه 6000 انترناشونال يونت. فاكو واحد مسوي له تشيكينج فور كالسيوم، شافوا الكالسيوم ما تقليل، المهم راح خذه من الصيدليه مال الطبيب، ما اعرف انا سولف لي فرد مره، يقول اعطوني ال 50 يونت، ما قال لي لا انت تاخذ كل اسبوع، صار ياخذ يوميا. فخلال علبتين هو مره ثلاثه ورا فتره ظهرت عليه فد اعراض معينه، فراح من حلل شاف عنده الكالسيوم معلق، الدي 3 معلق، فصار عنده تسمم، يعني كالسيوم توكسيكيشن. فانت من تاخذ كالسيوم ما تاخذ اعتباطا، لازم تسوي استيميشن اوف كالسيوم ودي 3، اذا صار عندك قليل تبدي تاخذ جرع قليله من الكالسيوم. واضحه الفكره؟ تبدي تاخذ جرع قليله من الكالسيوم. اذا الهايبر كريميا عرفنا شنو الاسباب مالتها. شوف هنا عندك النقطه الخامسه، انترفيرنس وذ اذر نيوترنت ابزوربشن ايرون اند زنك. زين هسه احنا بهالحاله خلصنا الكالسيوم، خلصنا الكالسيوم. زين راح نبلش بالإليمنت الثاني اللي هو الصوديوم. الصوديوم it is a major cation of extracellular fluid، بلازما كونسنتريشن مالته من 135 الى 145، maintaining of total blood fluid hemostasis and water balance، decrease in blood pressure and decrease in sodium،
concentration resulting in the protection of the renin وبالتالي يدينا الى aldosterone protection decreased by excretion of sodium in urine. اذا انت صار عندك low level of potassium عندك في نظام داخل الجسم شو يسمونه؟ يسمونه رينين انجيوتنسين سيستم. فاذا low sodium احتمال يصير عندك low blood pressure. اذا صار low blood pressure ايش راح يتحفز؟ يتحفز هذا النظام نظام الرنين يتحفز الرنين يؤدي الى الالدوستيرون. الالدوستيرون بدوره شو يسوي؟ يسبب لنا reabsorption of sodium يقلل طرح الصوديوم من الكدني يسحبه وياخذه وين يوديه؟ يوديه للبلود حتى يرفع نسبة الصوديوم بالبلود. اذا if there is bleeding نزف for long time or if there is shock راح يصير low blood pressure صح لو لا؟ low sodium intake low blood pressure راح يتحفز عندك رنين الدوستيرون سيستم حتى شو يصير؟ يصير كوركشن المن للاوزمولاريتي يسوي امتصاص صوديوم يقلل طرح الوتر حتى يرفع الضغط يرفع الفلويد واضح؟ اذا decrease in blood pressure and decrease in sodium resulting in stimulation of renin aldosterone protection and then decrease the excretion of sodium in urine. جيد. شوف هنا الهايبرناتريميا معناها زيادة أو ارتفاع مستوى الصوديوم بالبلط. شو وقت تصير؟ It is associated with water depletion. بين قوسين dehydration. أنت عندك جلاس وبي مي وملح. بخر المي احتياجي راح يتركز الملح. ها؟ صح لو لا؟ راح السولفنت بقى السليوت. صار concentrated of what? Of solute. فإذا صار عندك إسهال water depletion احتياجي راح تزداد نسبة الصوديوم. الأوزمولاريتي راح تقل. ليش؟ لأن قل الفوليوم. الفوليوم قل زين لو سيروم صوديوم نسميه بالهايبوناتريميا is associated with what? Excess of intravascular and perhaps extra water. إذن شلون يصير عندك هايبوناتريميا؟ واحد قال عندي هبوط بالضغط وراح حط له مغذي جلوكوز ووتر حط له جلوكوز ووتر ثاني حط له ثالث راح للمستشفى شرب ماي فصار عنده هايبوناتريميا يقل الكونسنتريشن اوف صوديوم ان ذا بودي ونسميه بالهايبوناتريميا هايبوناتريميا زين عندنا الصوديوم ار امبورتنت ان النيورون برين اند نيرف له دور بالشغل البرين اند نيرف فانكشن اكشن بوتنشال عندنا الاكشن بوتنشال يدخل به الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم صح لا؟ زين عندنا الصوديوم are important in maintaining and influencing osmotic balance between cell and interstitial fluid. نعرف احنا الصوديوم او المي ينتقل من مناطق ذات التركيز الواطئ الى مناطق ذات التركيز العالي ومناطق التركيز العالي يعني بها high concentrated of sodium. اذا هو يسوي regulation of movement of the fluid من داخل الخلية إلى خارج الخلية اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على level of sodium. Distribution is mediated by sodium potassium ATPase pump. إذن عندنا pump. It is very important in regulation of what? Distribution of potassium. هاي pump موجودة على cell of membrane لها دور في دخول وخروج الصوديوم من الخلية. احنا اخذنا هسه البوتاسيوم او الصوديوم اخذنا فشي يعني وجيز مثل ما يقول احنا ناخذ بتفصيل بمواد اخرى ان شاء الله. اكو تعليق على الصوديوم؟ اكو عنده سؤال واحد على الصوديوم؟ اكو سؤال على الصوديوم؟ يحيى جابر تكتم اكو سؤال على الصوديوم؟
زين، نجي هسه الى البوتاسيوم. البوتاسيوم is the principal cation of intracellular fluids. عندنا بلازما concentration it is يعني يتراوح من 3.5 الى 5.2 ملي مول. طبعا بالانترستيشيال فلويد concentration مالته هذا يعتبر as a key rules of or in skeletal and smooth muscle contraction. مثل ما قلنا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم then very important in construction of the muscles. The main dietary source is the cellular material we consume as food stuff. زين. شوف هنا the concentration of calcium in plasma is influenced by the pH. إذا نحن عندنا الأسيديتي تأثر على level of calcium potassium. وعندنا الألكالوسيس أيضا تأثر على level of potassium. هذا السلايد جدا مهم أريدك تفهمه. هذا السلايد مهم. شوف يقول the concentration of the potassium in the plasma is influenced by what? By the pH of the blood. عندنا احنا الفيزيولوجيكال بي اتش مالتنا ايش وقت ايش قد يعني البي اتش الطبيعيه مالتنا 4 او 7.4 زائد ناقص هذا العدد. اذا زادت عن ال 7.44 صارت الكالوسيس. وضحت الفكره؟ إذا زادت فوق ال 7.44 صارت عندنا الكالوسيس، وإذا صار الكالوسيس شو راح يصير؟ راح يصير هايبوكاليمي، هايبوكاليمي، راح يصير عندنا انخفاض في مستوى البوتاسيوم في الدم. شنو الميكانيزم؟ شو راح يصير؟ ترانسيت أو شيفتينج أوف بوتاسيوم إنتو ذا سيل. يعني جطب من البلاط يروح للخلية، من البلاط للخلية، من البلاط للخلية، راح يزداد تركيزه داخل الخلية وراح ينخفض تركيزه وين بالبلاط؟ هاي شو وقت؟ بالالكالوسيس. ها اذا الكالوسيس شو يسوي لك؟ هايبوكاليميا. واضح؟ زين خلينا نشوف بالاسيتوسيس ايش راح يصير؟ اذا البي اتش مالتنا اقل من 7.63 يصير هايبركاليميا. يصير هايبر كاليميا. ها يصير هايبر كاليميا. ليش؟ ترانسيت ذا بوتاسيوم فروم سيل المن يروح للاكسترا. اذا الهايبر كاليميا تصير ويا الاسيتوسيس والهايبو كاليميا تصير ويا الالكالوسيس. الهايبر كاليميا بروديوس كاركترستيك اوف الكتروكارديوغرافيك تشينج راح يتغير بالتخطيط والسبب انه life threatening effect potassium excess on the heart. عندي سؤال، عندي سؤال، جماعة الدي ام شو يصير بيهم؟ جماعة اوكي جماعة الدي ام، جماعة الدي ام شو يصير بيهم؟ جماعة السكري في بعض الأحيان شو تصير عندهم؟ يصير عندهم هايبركاليميا لو هايبركاليميا. ها من يجاوبني؟ جماعة السكر بعض الأحيان إذا يرتفع السكر عندهم شو تصير عندهم؟ هايبركاليميا لو هايبوكاليميا. وليش؟ يلا يا حنين تبارك. يحيى أين أنت يا يحيى؟ يحيى يقل يعني هايبوكاليميا سارة بعد. أسراء قول هايبوكاليميا. زين بوتاسيوم ليفل ار تولو ليش؟ يحيى ما اريد تعتقد يا يحيى هايبر لو هايبو ليش؟ ترى واضح هاي المفروض ماخذينها. انت وين ماخذينها؟ ما اعرف. شوف ابو علي ابو السكر شو يصير عنده؟ يصير عنده اسيتوسيس. ها يصير عنده اسيتوسيس. ليش؟ شوف هرمون الانسولين it is very important in regulation of what? glucose level and regulation of the lipid metabolism. فاذا صار عندنا low level of insulin
راح يصير disturbances يعني خربطه بالميتابوليزم اوف ذا ليبيد، فعمليه الفاتي اسيد اوكسيديشن راح تتخربط، راح تصير عندنا كيتون بودي. ها كيتون بودي، كيتون بودي راح يصير عندنا، راح يصير عندنا اسيتون وبيوتريك اسيد، جاما بيوتريك اسيد، فراح يصير عندنا عمليه اسيتوسيس، فراح يصير عندنا شنو الهايبركاليميا. فانت ابو السكر يصير عنده هايبركاليميا، ليش؟ صار عنده اسيتوسيس. ليش واحد من يجيبونه للطوارئ يشمون ريحه الاسيتون مالته؟ ليش؟ لانه صار عنده اسيتون اور كيتون بودي، كيتون بودي فورميشن ديو تو disturbances of the fatty acid oxidation، فيصير عنده هايبر كاليميا. اوكي خلصنا البوتاسيوم. طبعا احنا جاي نعطيكم رؤوس نقاط، رؤوس نقاط، لان انت ما مطالب اشرح لك شلون تصير الاسيتوسيس والبايكربونات تنزل وتصعد وما اعرف ايش وشنو الكوز. اريدك تعرف انت شنو بالاسيتوسيس، شو يصير، وشو يصير بالالكالوسيس، وشو يصير بالفاكتور افكت ابسوربشن، اذا قل شو يصير، اذا زاد شو يصير، ذني ضروريات تعرف لي اياها. زين ناخذ الفوسفورس. Phosphorus, it is the major role in the structure and function of all living cells and as a free ion. شوف, it is integral part of a nucleic acid. ها, وين موجود؟ موجود بالDNA. الDNA مين متكونة؟ من هي عبارة عن polynucleotide. It is a polymer of polynucleotide. من تتكون النيوكليوتايد؟ تتكون من اما ادينين او جوانين او ربيرمدين، وبعد شنو؟ وشجر، ويا شجر شنو؟ فوسفات. ها اذا فوسفات وشجر زائد بيس، شجر وفوسفات زائد بيس، اذا يدخل في تركيب النيوكليك اسيد النيوكليوتايد الفوسفوليبيد. عندنا سيل ممبرين بها فوسفوليبيد، اذا فوسفات يدخل ويا الليبيد في تركيب جدار الخليه. فوسفوبروتين، احنا اخذنا البروتينات بالبايوكيمستري، قلنا بروتينات كان بي كونجكيتد وذ اذر ميثالز، فور اكزامبل وات فوسفات. ها عندنا انزيم ذات اتاتش تو ذا فوسفات ان استر اور اسيد انهايدرايد لينكيج، اذا الى دور يتحد ويا الانزيمات. اذر انزيم فوسفاتيز، اذا الفوسفاتيز هو عباره عن انزيم يدخل في تركيبه الفوسفات، البايروفوسفو فوسفاتيز ايضا يدخل في تركيبه الفوسفات. بعد وظيفه اخرى الفوسفات وين موجوده؟ شوف موجوده بالبلوت. ها موجوده بالبلوت H2BO4 وHBO4 concentration measure as phosphorus، إذا أريد نقيس تركيزه نقيسه as phosphorus بالمختبرات يقيسوه as phosphorus. زيادة تركيزه من 2.5 إلى 4.5 مليغرام بير 100 مول. زين يدخل وين؟ skeletal hydroxyapatites، هذا وين موجود؟ هاي موجودة أيضا في تركيبة المينا، العظام، عظام الأسنان. ها قلنا يصير بيها دنتال كاريز بالمحاضره، دنتال كاريز تاثر عليها الكاريز وتقل الكونسنتريشن مالتها. اذا الفوسفورس له دور بالنيوكليك اسيد، النيوكليوتايد، الفوسفوليبيد، فوسفوبروتين، بالانزيم، وله دور بالبلوت فوسفيت. هاي البلوت فوسفيت معناها لها دور بالاسيد بيس بالانس، اسيد بيس بالانس، لها دور بالاسيد بيس بالانس. زين هسه ناخذ الفوسفورس ميتابوليزم، absorption in the jejunum. phosphate absorption is regulated by، ايضا نفس الشيء 1 داي 25 داي هيدروكسيكوليكوستفرول and parathyroid hormone، نفس الشيء هذا الهرمون اللي يسوي لنا regulation of absorption of calcium، ايضا يسبب لنا regulation absorption of calcium from the renal tubules and عندنا الباراثايرويد هرمون also regulate of phosphate.
شوف الباراثايرويد هرمون حاطه جوا خط مائل it is mediate mobilization and deposition ها mediate mobilization يحرك and deposition of calcium and phosphate from the bone يطلع لنا الكالسيوم والفوسفيت منين من داخل العظم وبالتالي يسوي لنا osteoporosis اذا what the hormone that play a role in regulation of phosphate تقول لي 1 2 تقول لي باراثايرويد زائدا 1 25 دا هيدروكسي كاليكوسفرول اذا ما تقدر تحفظه تكتب لي اكتيف دي 3 زين شوف هسه الديفيشنسي اذا صار عندنا نقص بالفوسفورس ايش راح يصير ريكتس ان تشايلد وعندنا اوستيوماليشيا ان ادلت ابنورماليتيز ان اريثروسايتس ليكوسايتس بليتليت ليفر Depletion of phosphates occur as a result of administration or damage يعني قلة absorption from intestine or excess wasting through kidney يعني فقدانه من الكلية يزداد أو قلة امتصاصه وبالتالي راح تأثر على level of phosphate عندك الهايبرفوسفاتيميا معناها increase the level of phosphate in the blood وين يصير بالرينال ديزيز بالرينال ديزيز نجي الى المغنيسيوم نجي الى المغنيسيوم نجي الى المغنيسيوم اكو سؤال اكو سؤال على الفوسفات اكو سؤال اكو سؤال لو نستمر نستمر يا فاطمه تايه زين اذا ناخذ المغنيسيوم طبعا 99% من المغنيسيوم موجود بالجسم وين موجود بالبون or in intracellular space second action وين موجود بالاكستراسيلولر يعني بالانترا بالبون 99 وجزء قليل وين موجود بالاكسترا Magnesium is a cofactor for enzyme. مثل ما قلنا الانزيمات هي عبارة عن مواد لها دور في وين تنشيط أو زيارة سرعة التفاعلات. بنفس الوقت تحتاج مساعد ثاني اللي هو شنو؟ كوانزيم. شنو الكوفاكتر؟ شنو الكوفاكتر؟ عبارة عن إليمنت. مثل إيش؟ مغنيسيوم، زنك وغيره. مثل المغنيسيوم is a cofactor for L enzyme involved in phosphate. Transfer reaction utilizing ATP and other nucleotide triphosphate as substrate. Require for structural integrity of numerous intracellular protein and nucleic acid. إذا ضروري في حماية النيوكليك أسيد. زين طبعا المغنيسيوم موجود بال DNA. DNA موجود مغنيسيوم حتى يسوينا stabilizing The double strand. أيضا الفوسفات موجود بالDNA وموجود أيضا البروتين اللي هو الهستون. زين. A substrate or cofactor for imported enzymes such as adenosine triphosphate وguanosine triphosphate وphospholipase C والأدينيلات سايكليز والإيجوانيلات سايكليز ذني عبارة عن إنزيمات يعتبر المغنيسيوم but cofactor very important for action of these enzymes زين required cofactor for activity for over 300 over enzyme يعني أكثر من 300 إنزيم داخل الجسم يحتاجن المغنيسيوم زين عندنا regulation of ion channels an important intracellular signaling model اذا نحتاج المغنيسيوم في regulation of channels الموجوده داخل البودي modulator for oxidative phosphorylation عندنا عمليه الاكسده او نسميها oxidative phosphorylation عندنا oxidative phosphorylation وعندنا electron transport ايضا نحتاج المغنيسيوم as a cofactor in this process
زين شوف هنا المغنيسيوم وانيلادور قلنا بالاي تي بي ادينوسين تراي فوسفيت والادينين تراي فوسفيت ادينوسين تراي فوسفيت له دور بالبروتينات الموجوده بالممبرين له دور بالكالسيوم له دور بالميتوكوندريا له دور بالدي ان اي يعني بالنيوكليك اسيد له هواي وظائف في الجسم. هنا انا اقول only 1-3% of total intracellular magnesium موجود as free ionized. نسبة ضئيلة من 1-3% موجود as ionized. التوتال معناه شنو هو البايندينج اند ايونايز. The total cellular concentration can be منين؟ من 5-20 ملي مول بير لتر. هذا التوتال. التوتال يعني الفري اند البايندينج. التوتال هو عبارة عن الفري اند بايندينج مغنيسيوم. زين. الانتراسيلولار مغنيسيوم is predominant in the complex to organic molecule. يعني موجودة متحدة ويا organic molecule. زين. خلينا نشوف المغنيسيوم ميتابوليزم اللي هو يهمنا احنا. نشوف effect on central nervous system. انتبه لي هنا أنا. شوف. Central nervous system. شوف شنو تأثير المغنيسيوم. مثل تأثير الكالسيوم. زيادة تأثير المغنيسيوم ايش راح يسوي؟ Depression of central nervous system. إذا يجيك فراغ. Excess of magnesium can cause depression of فراغ nervous system. إذا يثبط الجهاز العصبي المركزي. Decrease concentration. شو يسوي زيادة؟ Irritability of central nervous system. Irritability. قلق، هيجان، عدم راحة. زين. هذا وين تأثير على central nervous system؟ شوف هنا تأثير على شنو؟ Neuromuscular. يعني عصبي وعضلي. عصبي وعضلي system. شوف. Depression effect on skeletal muscle. شو يسوي على skeletal muscle؟ يسوي depression. شوف بالأحمر حاط لك excess of magnesium cause decrease of what in acetylcholine. إذن زيادة المغنيسيوم شو يسوي على acetylcholine اللي هو عبارة عن neurotransmitter ناقل عصبي تقلله released by motor nerve impulse. ها إذن what the main action of excess of magnesium on acetylcholine؟ علامة استفهام تقول لي the excess of magnesium on acetylcholine it is decrease acetylcholine release. زين شوف النقطة اللي بعدها the action of increased magnesium on neurotransmitter function are antagonized by calcium. ها نعطي كالسيوم antagonized calcium. Abnormal low level concentration of magnesium in extracellular fluid resulting in increased acetylcholine release. شوف هنا ايش قلنا؟ Excess magnesium سواء decrease acetylcholine. هنا ايش قلنا؟ هنا ايش قلنا؟ The low concentration of magnesium السبب in increased acetylcholine. إذن علاقة عكسية. قلل المغنيسيوم زاد أستايكولين زاد المغنيسيوم قلل أستايكولين on increase muscle excitability وبالتالي سوينا تيتاني. إذا التيتاني يمكن أن يحدث بسبب شنو؟ بسبب low concentration of magnesium وزيادة الأستايكولين. إذا الأستايكولين can cause تيتاني due to what low level of magnesium. Excess of magnesium cause vasodilation. يسوي لنا يوسع التوسع vasodilation الأوعية الدموية. Excess of magnesium يسوي لنا vasodilation. إذا أنت عندك زيادة بالمغنيسيوم يسبب لك vasodilation ويسبب لك زيادة يسبب لك زيادة بالمغنيسيوم يسبب increase in vasodilation وdecrease in what in acetylcholine. لكن النقيصة بالمغنيسيوم concentration شو يسوي لك؟ increase in acetylcholine release and increase muscle
excitability and titanium. هسه راح ناخذ المغنيسيوم ميتابوليزم. شوف causes of hypomagnesemia. عندنا change in skeletal and cardiac muscle. طبعا هو داخل ويا بالعضله العضله القلب والى علاقه بالسكيلتال اذا يغير النياه بالاكشن مالتها. change in neuromuscular function. الهايبر اريتابيليتي اند السايكوتيك بيهيفير يعني تصرفاتك تتغير ويسوي لك تيتانيك تيتاني. اذا التيتاني يمكن ان يحدث بسبب ال disturbance of calcium وايضا بسبب disturbance of magnesium level in the blood. يعني اذا جبت لك تيتاني كان caused by hypomagnesemia true or false تقول لي true. اذا قلت لك مثلا تيتاني كان caused by disturbance the level of the calcium true or false تقول لي true صح ولا لا. اذا تيتانيك by hypomagnesemia true تيتانيك by change the level of calcium true. واضح الفكرة؟ نجي إلى causes of hypermagnesemia. Decrease the level of magnesium in the blood. إيش راح يسوي؟ muscle weakness. Hypotension. ECG change. يغير تخطيط. التخطيط مالتنا إذا واحد يسوي ECG change يتغير. تخطيط القلب راح يتغير. Sedation and confusion. تلقى 24 ساعة نعسان ونايم وريد ينام. confusion مضطرب يعني عصبي مزاجه بسبب نقصان او بسبب زياده المغنيسيوم in the blood. الهايبرمغنيسيميا is due to renal insufficiency. احنا عندنا الرينال شو يسوي لنا regulation of absorption of what magnesium. ففقدان السيطره من الرينال tubules على امتصاص المغنيسيوم بين قوسين excessive absorption or excessive reabsorption of magnesium from the renal tubules resulting in hypermagnesemia. زيادة المغنيسيوم بالدم. اذا نوعز الخلل الى وظيفة الرينال. اكو سؤال حول المغنيسيوم؟ اكو سؤال حول المغنيسيوم؟ علا صفا هاجر فاطمة الزهراء اللي مختفية ما اعرف وديان اين انت يا وديان حور اليوم ولد ما جاي اشوف انا اليوم ماكوش عجب بس البنات اريد ولد يقولون نعم هسه 20 واحد على السريع ماكو هذا بيت زيد احمد وعلي سعيد بس اثنين مؤمل ما هاي ثلاثة يحيى هاي أربعة باقر خمسة يريد 20 زي العابدين هاي ستة بعد ما هاي ستة وين البقية يحيى هاي مرتي الثانية عاد تسمك ستة لحد الآن أنت ستة علي سعيد نفسك أنت ستة لحد الآن ولد ها هاي سبعة وين أنتم 15 عمي ما يبيكم خير من الله كلهم 15 زين نسوي لهم الشطار نسوي 30 نشطرهم نسوي لهم دوبليكيتد راح نسوي لهم انشطار الولد على المحاضرة الجاية ها ابراهيم راح نسوي لهم انشطار ونسوي لهم يصيرون 30 لو نداين لكم نجيب لكم ولد يلا هم 15 واحد هم خيرة الولد وحبابين ان شاء الله وزينين ان شاء الله مثل ما يقولون احنا عندنا النوعية وليس الكمية النوعية وليس الكمية كلكم حبابين إن شاء الله ولد والبنات ورود ورود يلا نكمل هسه احنا المحاضرة إن شاء الله مالتنا بويا البنات والولد كلكم ورود يا حنين زين هسه احنا راح نكمل ولو أنا الله وجدكم بالمحاضرة بس تحملوني زين السلايد واضح؟ اعتقد السلايد واضح لا مو واضح يحيى؟ يحيى؟ يحيى واضح؟ جيد.
شوف الكفر كلش مهم الكفر، اريدك يعني تتمعن به وتقراه، كلش مهم الكفر النحاس. شوف الكفر is an essential nutrient rapid growth increase كفر ديماند، يعني كل ما احشف بالاطفال بما انه نمو سريع اذا نحتاج كفر، نحتاج كفر. هسه واحد يقول ليش نحتاج كفر؟ نحتاجه هوايه، تصنيع كرات الدم الحمر فلان فلان. زين بالادلت body contain approximately 100 milligram of copper. The highest concentration are in the liver, kidney and heart. اذا احنا نحتاج كفر ضروري في مرحله الانفانت، ضروري. زين the absorption from the gastrointestinal tract requires specific mechanism sorry نسميها ميتال بايندينج بروتين، ميتالو ثايونين. هذا عباره عن بروتين ضروري في ميكانيزم ابسوربشن اوف واتس اوف كبر. اذا قلت لك وي نيدد ان جي اي تي ا سيرتن ميكانيزم اور ا سيرتن بروتين فور ابسوربشن اوف كبر، تحفظ اسمه تقول لي ميتالو ثايونين. ميتالو ثايونين جيد. شوف كبر ديبيندينج فور اوكسيدايز راح اشرح لك اياها هسه. اف اي موجب 2 الى اف اي موجب 3 ان جي اي تي ايرون ابزوربشن ميكانيزم. احنا عندنا حتى يصير امتصاص للحديد داخل الجي اي تي يجب ان نحول الحديد من موجب 2 الى موجب 3، واضحه الفكره؟ وين؟ بالجي اي تي. زين ايش نحتاج؟ نحتاج فور اوكسيدايز. بس اريدك وياي فروكسيدايز it is an enzyme which converted iron from Fe موجب 2 الى Fe موجب 3. ليش؟ حتى يصير بامتصاص، واضحه الفكره؟ الفروكسيدايز هذا الانزيم ايش يحتاج؟ يحتاج الكفر حتى يشتغل، واضحه الفكره؟ اذا احنا نحتاج الكفر حتى نشغل الفروكسيدايز، ونشغل الفروكسيدايز حتى شو نسوي؟ نحول الحديد من موجب 2 الى موجب 3 حتى نساعد على امتصاص الحديد. نقطة على سطر. زين الكفر is essential cofactor for a number of critical enzyme metabolism. شوف بالسوبر اوكسايد ديسميوتيز هذا كلش مهم، سايتوكروم اوكسيديز تيروسينيز وكذلك قيس على ذلك. احنا اهم شيء عندنا السوبر اوكسايد ديسميوتيز، هسه راح نشرحها بالتفصيل ان شاء الله. السوبر اوكسايد ديسميوتيز. زين شوف الكفر ميتابوليزم از التر ان ذا انفلاميشن انفكشن اند كانسر. يعني اذا انت عندك انفلاميشن اتوقع انه الكفر يزداد ويقل، فممكن كيف انه تقول والله زين انا ماتي الكفر اوكي. لا مو شرط، اذا ترجع لحالتك الطبيعيه وما عندك ديزيز راح اشوف ليفل اوف كفر النحاس يختلف فيما لو كان عندك inflammation or infection or cancer. زين in infection cover is essential for protection of interleukin 2 by activated lymphocyte. ها شوف هذا الانترلوكين هو عبارة عن سيتوكاين اللي هو دائما هسه جاي يدرسونه ويسوون عليه بحوث شو وقت بالكوفيد 19. احنا عندنا بحث ان شاء الله على الانتيبوكاين. اذا ضروري ان بروتكشن اوف وات انترلوكين. اذا ذا كفر ات از اور سوري راح اجيبك سؤال، ات ذا كالسيوم ات از فيري امبورتنت ان بروتكشن اوف ذا انترلوكين باي اكتيفيتد لمفوسايت. ترو اور فولس؟ تقول لي فولس، ات از ذا كفر ات از فيري امبورتنت. زين ان كانسر بلازما ان ذا كانسر بلازما سي بي از بوزيتيفلي كورليتد وذ ديزيز ستيج. طبعا هنا كفر اكو اشتباه، ات از بوزيتيفلي كورليتد وذ ديزيز ستيج. اذا البلازما كفر مالتك يزداد كل ما يصير تقدم بالديزيز. يعني اذا عندك انت كانسر بدايته عندك ليفل اوف ديزيز اوف كفر، اذا صار ادفانس بالديزيز مالتك بالكانسر راح يزداد الليفل اوف ذا كفر. زين شوف الكفر وياي الكفر ات از ريكواير فور ماني انزايم فور سينثيسيس اوف هيموغلوبين اند
normal bone formation. أيذاك وياي. Unlike iron, it is believed that most of population obtain sufficient amount of copper from food. يقول لك الناس يأخذون كميات وافرة من الحديد ولا تخاف إنه ما يصير عندهم نقص. على عكس الحديد لازم يتغذى ويأكل زين حتى ما يصير عنده أنيميا. لأن معظم الأكلات بها كبر فأنت لا تخاف من عنده يعني إن شاء الله ما يصير عنده نقص زين. موجود بالواتر وال thus copper supplement are properly not necessary وبالتالي يعني يجب أن ما تأخذها as a drug يعني external uses لأن هي موجودة بالأطعمة ولا تخاف أنه ما يصير بها low level of copper. شوف الكبر it is solubilized in the stomach acids and absorbed from the stomach and upper small intestinal from intestinal. كبر move into blood where it's expressed as كبر albumin complex. إذن من الانتستينال يروح للبلد شو يصير بيه يتحد ويا من ويا الالبومين. إذن إذا قلت لك سؤال الكبر بالبلد ويا من متحد تقول لي متحد ويا الالبومين. Then go to the liver where is the copper become a part of copper protein. شو يسمونه سيروبلازمين. إذن بالبلد الكبر ويا من يتحد ويا الالبومين. بالليفر ويا من بروتين يسمونه بالسيروبلازمين. واضح؟ شوف الكبر is found in the brain in the form of cerebrocoprin in the blood cell and erythropoietin. إذن you should administer a drug containing copper extra sources يعني أنت يجب أن تأخذ مستحضرات أو علاج إنزين تحوي على copper due to there are frequent low level of copper. ليش؟ لأن هناك احتمالية حدوث نقصان في الكبر. صحيح لو خطأ هذا خطأ الكبر ما ينقص موجود في معظم الأغذية وأكو كمية وافرة من عنده. إذن تقول لي خطأ هاي النقطة. إذا قلت لك الكبر إذا صار امتصاص من قبل جي آي تي وراح للبلوت ويا من يتحد تقول لي bind with albumin. إذا قلت لك الكبر بالليفر ويا من يتحد شو اسم البروتين تكون تحفظه تقول لي سيروبلازمين بروتين. واضح؟ إذن عندك سيروبلازمين وعندك البومين كبر كومبلكس. بوعلي هنا أنا. يقول لك الكبر is required for prevent anemia condition. ها إذا شوف قلت لك من ساعة some patient with anemia يعني معظم الناس اللي عندهم anemia يروح شاف الهيموغلوبين قليل خذ ايرون. خطأ المفروض شو يشوف شوف الحديد. إذا عند الحديد طبيعي شو يشوف شوف الزنك شوف الكبر. واضحة الفكرة؟ واضحة لو مو واضحة وياي إبراهيم صلاح وياي حور أنا شوي جاي استعجل لأن أخاف تأخرت عليكم وياي مو زين. فأنت مو شرط عندك أنيميا قلت والله عندي هيموغلوبين قليل شفت أروح ناخذ حديد فرص صلفيت مو صيدلية خناخذ شراب حديد خناخذ شبدة. لا مو الصوت هو بالحديد. أنت عندك الحديد نورمال روح تشيك سوي ايرون ستيتس باراميتر تشيك الحديد تشيك الترانسفيرين تلقاه طبيعي. روح شوف أسباب أخرى شوف الكبر. إذا الكبر it is required to prevent anemia condition through خلال شنو شلون الميكانيزم مالته it is facilitate iron absorption. ها شلون يسوي facilitate of iron absorption مساع لنا الفروكسيديز الانزيم حتى يحول لنا الحديد من موجب 2 الى موجب 3 حتى يصير اتصاص الحديد. ايش نحتاج فروكسيديز وهذا الانزيم ايش يحتاج في شغله يحتاج الى الكبر. واضحه زين. النقطه الثانيه it's called involved in the metabolism of iron starch. اذا الى دور في الايرون ستارج الى دور النقطه الثانيه في الميتابوليزم
of stores of iron يعني حديد المخزون الى دور زين. النقطة الثالثة stimulated enzyme on both in heme and globin biosynthesis. احنا حتى يتكون عندنا الجلوبيلين الهيموغلوبين، الهيموغلوبين هو عبارة عن يتكون من شنو؟ من هيم and globulin. هيم and globulin يتحدن حتى شو يسوون؟ يسوون الهيموغلوبين. حتى شو يصير؟ يدخلن بتركيب الـ RBC وبالتالي راح نعالج الأنيميا. منو يساعد تحفيز هاي الخطوة؟ It is stimulated. Enzyme involved in heme and globulin biosynthesis. إذن إحنا نحتاج a certain enzyme in heme and globulin biosynthesis. ذن الإنزيمات من اللي يحفزهن؟ It is copper. Copper stimulated this enzyme. زين. شوف هاي النقطة إذا قلت لك الكبر is involved in the treatment of anemia تقول لي A B C فقط A B C A بي سي اذا النقاط اللي لها علاقه وين بالانيميا. اذا الوظيفه الاولى للكبر تريتمنت اند بريفنشن اوف انيميا. الوظيفه الثانيه للكبر ات از امبورتنت ان اوكسيديتيف فوسفوريليشن اي تي بي برودكشن اذا انتاج الطاقه بالميتوكوندريا ات از فيري امبورتنت يعني انتاج الطاقه بالميتوكوندريا نحتاج الى كبر. النقطه الثالثه كبر از component of tyrosinase. It is an enzyme responsible for conversion of tyrosine to the black pigment melanin. الميلانين هي عبارة عن مسؤولة عن التصبغ اللون الأسمر بالجلد. منين نحصل على الميلانين؟ نحول التيروسين إلى شنو؟ إلى الميلانين عن طريق انزيم شنو نسميه؟ التيروسينيز. إذن التيروسينيز حتى يشتغل ويحول لنا التيروسين الى الميلانين نحتاج الكبر. طبعا اكو بعض الناس دولة يسمون البهاق اللي لونهم ابيض وحواجبهم بيض وجههم كله ابيض، ايش عندهم نقص؟ عندهم نقص بالتيروسينيز. ما جاي يتحول التيروسين الى البيجمنت ميلانين. فشوفهم بيض مشحمين وعيونهم ورموشهم بيض، اذا شايفين انا شايف اكثر من واحد. زين دول عندهم نقص جينيتيك ديفكت ان واتس ان تيروسينيز، يعني التيروسين ما جاي يشتغل، يعني التيروسين ما جاي يتحول الى الميلانين. ليش؟ الميلانين مسؤول عن التصبغات، عن اللون الاسمر الموجوده بالجلد. زين النقطه الرابعه it is topically as a fungicide and astringent، ماده قابضه ومضاد للفطريات. النقطة الخامسة it is antidote for phosphorus poisoning. إذا واحد عنده فد متناول أكلة أو صار عنده هايبر فوسفاتيميا زيادة بالفوسفور شو يعطونه؟ يعطونه كبر. الكبر يمنع امتصاص الفوسفات، واضح؟ يمنع امتصاص الفوسفات. فإذا قلت لك سؤال what is the antidote that used for treatment the phosphorus poisoning فراغ تقول لي الكبر. What the element which used as antidote for treatment the phosphorus poisoning فراغ antidote. What the cover important for activation of tyrosinase فراغ تقول لي الكبر. الكبر it is very important in treatment anemia true or false تقول لي false. جيد عندك النقطة السابعة it is also essential component in filling and benetic solution which are used for determination of glucose. احنا اذا تريد تسوي estimation of glucose دول جماعة ال DM والمختبر حتى يسوون glucose estimation عندنا اكو تيست نسميه بالبنتيك والفيلينج ان شاء الله راح تاخذونه بالبايوكيمستري ايضا يدخل الكبر في تكوينهم. اذا الكبر it is involved in a certain reagents اللي هي شنو هي الفيلينج والبنتيك. This reagent used for what? For determination of glucose level and laboratory في المختبر. زين. عندنا الكبر also it is a part of a dopamine hydroxylase a role in conversion of what? Dopamine to the neuronorepinephrine. شوف الدوبامين ضروري يشتغل على القلب والنورابينفرين ايضا ضروري حتى نحول شنو؟
الدوبامين الى النورابينفرين ايش نحتاج؟ نحتاج الدوبامين هيدروكسيليز هذا الانزيم. وش يحتاج هذا الانزيم؟ يحتاج كفر. واضح الفكره؟ It is so the low level the low level of norepinephrine may be due to low level of cover. صح لا لا؟ لان الكفر وين يجي؟ يجي على الدوبامين هيدروكسيليز. شو يحول لك؟ يحول لك الدوبامين المن النورابينفرين. فاذا عندك انت low level of cover معناه low activation of hydroxylase وبالتالي low conversion of dopamine to the norepinephrine. So the cover it is very very important in activation of dopamine hydroxylase and formation of norepinephrine. طبعا النورابينفرين يمكن ان نحصل عليه من عده مصادر، لكن عندنا مصدر هو من الدوبامين. من الدوبامين. زين شوف النقطة الثامنة، الكفر it is an important for protection of thyroid hormone. ها it is very important for synthesis T3-4 ها T3-triiodothyronine والT4 اللي يسموها thyroxine hormone. إذن نحتاج الكفر في synthesis of thyroid hormone. It is very important. شوف النقطة التاسعة، cover is also important in synthesis of phospholipid found in myelin sheath in peripheral nerves. يعني هذا يقول لك عندي تنمل وعندي خدار ووضعيتي تعبانه ورحت هواي الاطباء وما اعرف شنو السالفه واخذت حديد واخذت فلان وما اعرف ايش. ما التنمل هو يطلع السبب عنده الكفر عنده ديزيز ما جاي يصير ابزوربشن بالكفر، صح لو لا؟ لان الكفر وين يدخل؟ بالفوسفوليبيد. وبالتالي الفوسفوليبيد وين يدخل؟ بالمايلين شيث. والمايلين شيث وين تدخل؟ بالبرفرال نيرف. وبالتالي البرفرال نيرف صار بها يعني نقدر نقول فقدت بعض من وظيفتها ان الترانسميشن ذا امبلس. وبالتالي شوف المريض يعاني من يعني خدار او يعني شغلات لها علاقه بالنيرف. السبب انه ديفكت بالمايلين شيث، والمايلين شيث ديفكت بال فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد بسبب الكفر. اكو سؤال؟ ها تريد تصير ابيض عايد يا ابوي؟ اكو ابره ضربها يا عيني يا عايد. يا عندكم عايد ادعوا له انه يصير عنده شمره وراثيه بالتيروسينيز حتى يصير ابيض. ادعوا له، ادعوا له كلكم هسه، قول يا الله يصير بي طفره وراثيه بالتيروسينيز ويصير ابيض. عمي انت حلو اسمر هسه الا تصير ابيض. زين عيني واضح؟ نكمل. يلا هاي دعت لك استبرق، ان شاء الله تصير بيك طفره، البقيه لا يردونك تصير اسمر. ها تبي تصير ابيض لو اسمر هسه؟ زين نكمل المحاضره لو اكو سؤال، اعتقد هي ما بقى من عندها فشي بسيط. زين نكمل؟ يلا نكمل قاعد تبارك. جيد انا اعتذر عن السرعه لان الكليه هوسه وهذا اللي يطب وهذا اللي يطلع ما اعرف يعني الظاهر اكو فشي يوم الثلاثاء ان شاء الله راح يصير باكر مهرجان اتفاقيه توقيع مذكره ما بين جامعه جابر بن حيان الطبيه وجامعه ما اعرف يا جامعه هنا ثانيه اعتقد الاسلاميه، فراح يصير حضور من كل الجامعتين ويصير كرنفال هنا وان شاء الله تجون بيه. زين نكمل المحاضره مالتنا. شوف الولسن ديزيز، شنو الولسن ديزيز؟ الولسن ديزيز از ا كونديشن اوف اكسس كفر ستورج. اذا عندنا زياده، بس زياده وين؟ ها زياده بالستورج بالمخزون مو بالبلوت. دير بالك مو اجيب لك ذا ويلسون ديزيز از ان اكسس اوف ذا كفر ان ذا بلوت وتقول لي ترو، لا خطا. ات از اكسس كفر ستورج المخزون. ذير از ا ديكريز ان سيربرو بلازمين كونسنتريشن ان ذا بلوت اند كاركترايزد باي بريزنس اوف ذا لارج اماونت اوف ذا كفر ان ذا برين. شوف بالبرين يترسب along with an excessive urinary output increased cover level in the liver, brain, kidney and corona. شوف عندنا زياده بالستورج اوف ذا كفر وعندنا ديكريز بالسيربروبلازمين. شنو معناها؟ يعني معناها عندنا كميات هوايه وما جاي ينقلهن هذا الانزيم، هذا البروتين ما جاي ينقلهن، صاير خربطه.
فينتشر بتشيو على خلاف تشيو أخرى، يرحم بالبرين، يرحم بالكبني، واضح؟ ما جاي ينقلهن السيربرو بلازمين يوديهن وين؟ وظيفته ينقلهن، ينقل الكبر، ينقله وين؟ الليفر مو؟ ها؟ لو غير مكان، هذا يمكن يكون تعرفه. إذا عندنا لو level of cerebral plasmin which is important in the transport of the copper. فإذا عندنا low level of cerebral plasmin راح يصير defect in the transport of the copper وبالتالي راح يزداد الكبر storage. شوف البنسلينامين is the drug of choice for chelating agent in addition to diet restriction. إذا صار عندك Wilson disease معناه زاد الكبر شو تسوي؟ أنت تقلل الدايت وتستخدم البنسلامين، تستخدم البنسلامين. اكو واحد شايف من عندكم بنسلامين؟ عايد ما ادري انا، عايد ما ادري شهرتك، انا ايش مدري، انا اشوف المسجات وجاي اقرا. زين اعتذر عمي، انا اعتذر عذرا شديدا الى عايد ما ادري. زين يعني البنسلامين منو شايف بنسلامين كبسول؟ طبعا البنسلامين كبسول موجود، ها البنسلامين كبسول موجود انا شايفه زين، وكان موجود بمستشفى الحكيم يستخدم لمرض داء الذئب الاحمر، مرض داء الذئب الاحمر دول يسمونها بالسيستيك لوبس ارثروماتوس اللي عندهم مرض مناعي، عندهم تزداد كريات الدم البيض وتظل تهاجم الجسم، تظل تهاجم الكدني، تظل تهاجم كل اعضاء الجسم تظل تهاجمه، فينطون ستيرويد حتى يقللون الليمفوسايت التي ليمفوسايت. واكو بعض الدراسات يقولون البنسلامين نستخدمه في علاج هذا المرض اللي هو داء الذئب الاحمر. طبعا اكو عندنا صيدلانيه كانت بمستشفى الحكيم بيها سيستميك لوبس ارثروماتوس الضارب على الكبد مالتها وضارب على وجهها ورجليها وكذا، هم زوجها صيدلاني، وكل فتره توقع تخربط ونوديها للطوارئ. انزين فيقولون البنسلامين يستخدم في علاج داء الذئب الاحمر، وكذلك البنسلامين يستخدم في علاج الاكسسيف اوف كفر، زياده الكفر بالجسم ايضا يمكن ان نستخدم لها البنسلامين دي. زين منك ديزيز result of inability of absorption of cover and led to severity impairment mental development failure and creatinisis or نسميها كرياتينيسز. يعني شنو الكرياتينين الموجود بالشعر بالشعرة راح تتخربط وتصير بها معوجة. نشوف الشعر دائما معوج متقوس زين and skeletal and vascular problem. اذا انت تكون تعرف شنو الويلسون ديزيز it is excess of iron storage، وتعرف شنو المان ديزيز it is inability of absorption of cover زين شوف انا شرحت لك اياها من الساعه وراح اعيد لك اياها. الايرون ديفيشنسي انيميا مي بي a symptom of copper deficiency. ها صح ولا لا؟ iron deficiency anemia may be a symptom of a copper deficiency. يعني اذا واحد عنده نقص بالكبر اتوقع عنده انيميا، عنده انيميا. وعرفنا شنو السبب، عرفنا شنو السبب، عندنا قلنا الفيرو اوكسيدايز it is an enzyme which is involved in conversion of حديد أو في الايرون سوري from Fe موجب 2 إلى موجب 3 حتى يزيد الابتساطه من قبل الجي اي تي. فإذا صار عندنا نقص في الكبر راح يصير عندنا نقص بالاكتيفيشن اوف ذيس انزيم، وبالتالي يصير نقص في امتصاص الحديد، وبالتالي راح يصير عندنا انيميا. يقول in addition to the roles of the cerebroplasmin as a transport protein also act as enzyme that catalyze oxidation of the mineral most notably in iron mostly iron. واضح الفكره؟ اذا السيربروبلازمين قلنا هو عباره عن ترانسبورتر بروتين للكبر، كذلك الى دور وين؟ الى دور بالحديد. The oxidation of iron by cerebroplasmin is necessary for iron to be bounded its transport protein transferrin so iron deficiency anemia may be a symptom of copper deficiency. شوف انا جاي اقول لك انا قلنا
قلنا الكبر إلى دور بينا بالاكتيفيشن اوف فيرو اوكسيدايز حتى يصير امتصاص. خلصنا هنا عندنا هذا البروتين السيربروبلازمين الى دور بينا الى دور بالترانسفيرين. هذا الترانسفيرين يرتبط بالحديد حتى وين ياخذ الحديد وين يوديه للار بي سي للبون مورو حتى نصنع كريات دم حمر. ها فاذا عندنا خربطه بالسيربروبلازمين راح يختلف او يتخربط عندنا شغل الترانسفيرين. ليش الترانسفيرين نحتاجه وين؟ في نقل الحديد. اذا راح يصير عندنا ايرون ديفيشنسي انيميا ديو تو وات ديو تو ديفكت ان ترانسفيرين اكشن من جاي ديو تو ان ديفكت ان سيربروبلازمين. ها اذا انت شوف الانيميا اما كوز مالته نفس الكبر ضروري فيه تحفيز الانزيم الفيروكسيدايز او عندنا السيربروبلازمين هذا البروتين اللي يدخل في نقل الكبر ايضا يدخل او الى دور بينا بالترانسفيرين اللي هو responsible for iron transport. واضح؟ اذا oxidation of iron by سيربروبلازمين it is necessary for iron to be bound to the transporter protein. اذا الحديد ما يرتبط بالترانسفيرين حتى ينقل الا يصير اوكسيديشن. والاكسده من يسويها؟ يسويها السيربروبلازمين. هسه نجي الى الكبر ابزوربشن اند ميتابوليزم. الكبر ابزوربشن اند ميتابوليزم. شوف الكبر ريكواير ان ابروبريت بالانس وذ ا مينرال زنك اند ماغنيسيوم. يعني انت مو تاخذ هواي ماغنيسيوم وتاخذ زنك وبالتالي تقلل امتصاص الكبر، لا ما يصير، لازم توازن زين. يقول بيكوز زنك كان كومبيت يتنافس وذ كبر ان ذا سمول انتستاين and interfere with its absorption. إذن الشخص person who supplement with inappropriate high level of zinc and low level of copper may increase their risk of copper deficiency. خصوصا هاي الفترة الأخيرة في جماعة الكوفيد 19 اللي جاي ياخذون الزنك سبلمنت حتى يزيد المناعة، ياخذ زنك بكثرة وياخذ كالسيوم بكثرة ها حتى ياخذ زنك بكثره وياخذ كالسيوم بكثره وبالتالي ياثر على امتصاص الكبر وراح يصير كبر ديفيشنسي. احنا نتوقع هذا خير سلايد ان شاء الله نخلصه ونختم المحاضره. بس خل اشوف اذا عندكم اي سؤال. هو بعد عايد ما زعلان من عندي زايد عايد ترى انا احبك واحد تذر خاف تجاوزت عليك. ها عايد اين انت يا عايد؟ واضح المحاضره؟ واضح؟ نكمل اخر سلايد. زين نكمل اخر سلايد. طبعا هذا السلايد كلش مهم، السلايد كلش مهم. زين قبل شويه او هذا السلايد واضح. شوف يقول لك الكفر it is also found in zinc copper zinc superoxide dismutase is an enzyme that detoxify the superoxide by conversion its oxygen to the hydrogen peroxide. بس اريدك وياي عافيه تفهم لي هاي الفيجر كلش مهم، كلش مهم هذا الفيجر، هذا راح يرافقك وين ما تروح. احنا ايش قلنا؟ شوف هذا السوبر اوكسايد سميوتيز بعلي وياي، هذا انزيم يخلص لنا شنو؟ يخلص لنا الفري راديكال الضاره. وش عندنا بعد؟ عندنا الجلوتاثايون. ها هذا هم ضروري حتى يخلص لنا الفري راديكال، هذا اخذناه الجلوتاثايون. هسه هذا عندنا سيستم كامل بعلي، سيستم كامل، سيستم كامل من السوبر اوكسايد سميوتيز، وعندنا من الكاتاليز، وعندنا الجلوتاثايون بيروكسيديز. شوف ذني 3 انزيم it is very important in remove the harmful or toxic substances مثل ايش؟ ال H2O2 ها وهذا
هذا شو نسميه؟ نسميه اوكسايد او نسميه سوبر اوكسايد فري راديكال، هذا نسميه بالسوبر اوكسايد فري راديكال. اذا الاكسجين او 2 وعليه نقطه جذر حر، يعني معناها يحتاج الكترون، نسميه بالسوبر اوكسايد. ها وعندنا هذا الهيدروكسيل اللي عليه نقطه معناه جذر حر ايضا فري راديكال، هذا خطر. هذا وين يروح؟ يروح بالسيل ممبرين، يروح بالليبيد، يروح للبروتين، يروح للدي ان اي يهاجمها. هذا هم كذلك وين يروح؟ سيل ممبرين، الليبيد، بروتين يهاجمها. هذا من جاي؟ شوف عندنا الاكسجين الموجود بالميتوكوندريا باي سايتوكروم بي 450 اوكسيدايز راح يطلع عندنا السوبر اوكسايد فري راديكال. يجي هذا الانزيم السوبر اوكسايد سميوتيز من حوله يحوله الى الهيدروجين بيروكسايد. بقى الهيدروجين بيروكسايد هارمفول خطر. يجي دور الحديد، شو يسوي الحديد؟ الحديد شوف هسه طبعا هاي الميكانيزم راح نشرحها بالحديد. الحديد راح يدخل بهذا التفاعل. ليش قلت لكم انا من ساعه لازم واحد يسوي لنا استيميشن اوف ايرون؟ لان الزياده بالحديد مو زينه. اذا عنده واحد انيميا مو فقط يسوي لنا تشيكينج فور هيموغلوبين وشاف الهيموغلوبين قليل وقال عندي انيميا وراح ياخذ حديد جكتوفير او ياخذ فرص سلفيت، لا لازم يسوي هيموغلوبين ترانسفيرين ويسوي لنا سيروم فيرتين ويسوي لنا ايرون. لان الزياده بالحديد وين راح تجي؟ راح تجي هنا تحول لك الهيدروجين بيروكسيد المن تحوله الهيدروكسيل فري راديكال. نفس زدنا الطين بله، هم طلع لنا هذا فري راديكال، طلع لنا فري راديكال اخطر من ذاك اللي قبله، اخطر من هذا. شوفه هذا هم يروح يضرب على السيل ممبرين والبروتين والليبيد. زين هذا شلون نتخلص من عنده الهيدروكسيل فري راديكال؟ نتخلص من عنده عن طريق الجلوتاثيون بيروكسيديز. شوف الجلوتاثيون بيروكسيديز هذا احنا ماخذينه الباثوي، ماخذين الباثوي. اذا الهيدروجين بيروكسايد يمكن ان نحوله مباشره، نجيبه ونودي نحوله الى مي عن طريق الجلوتاثيون بيروكسيديز. شوفه جلوتاثيون وعندنا هذا الروديوس اوكسيدايز فورم وهذا الريدوس فورم. اذا الجلوتاثيون ثايون بيروكسيديز احول لنا ال H2O2 الى مي، والمي ما له اي دور وما له اي تاثير ضار. زين وعندنا السوبر اوكسايد سميوتيز يحول لنا ال H2O2 الى مي. اذا احنا يمكن ان نتخلص من H2O2 عن طريق شنو؟ عن طريق الكاتاليز وعن طريق وات؟ الجلوتاثيون بيروكسيديز. There are two mechanisms to eliminate it or remove الهيدروجين بيروكسيد. By what? By catalase by glutathione peroxidase. What the mechanism by which can be remove the silver oxide? By silver oxide dismutase. واضح؟ إذا عندنا السوبر أوكسايد ديزميوتيز وعندنا الكاتاليز وعندنا الجلوتاثيون بيروكسيديز اللي very important for action of glutathione. عندك هذا الشرح وافي واضح لهاي الايميج. اكو واحد عنده سؤال؟ اكو شيء مو واضح؟